جميع الملتقيات على الصعيد الوطني، وانا كنديهم هذا الفوز الرتبه الاولى شبان سادات كبار. بالمناسبه كنشكر العائله ديالي وجميع سكان جماعه الساحل والرئيس ديال الجماعه اللي تا هو كيقوم بواحد المجهود من اجل دعم الرياضيين، كنشكروا جميع الناس اللي كتشجعنا. اخر سباق مازال ما عندكم شي نادي ديال عدو الريفي ولا العرقي وفي جماعه الساحل وانت كتشارك فردي؟ النسخه الاولى في جمعيه ديال اولمبيك الحلبه بدوار بقرار إقليم أبو نبيل التقارش عفوانا سباق النادي على فئة المسلمين فئة المسلمين قد استحقت المسلمين. يمكن يمكن تساهموا كذا في المصاد الرياضة هذه في الجامعة ديال الساحة، خاصة أنها جامعة يعني جبلية وفيها يعني يمكن تكون فيها مدارات ديال السباق العدو الريفي ممتازة. إخوان السباق تجهدوا السباق ديالكم والرئيس ديالكم تجهدوا رجال الأمن للشرطة المساعدة وجميع التمرينات العسكرية وكذلك السلطات التحرية واللجنة المنظمة والجمعية. إذا نرحب